بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ في الموضوع الأخير عندنا في مادة التحليل الاقتصادي الكلي، وهو الفصل الخامس، بيتكلم عن الاستثمار والتقييم المالي للمشروعات. مفهوم التقييم المالي للمشروعات يقصد بالتقييم المالي للمشروعات تقدير الإيرادات والمصروفات والربحية المتوقعة للمشروع، أي إن احنا بنحاول نقيم المشروع من الناحية المالية فقط، ونحاول نحكم على مدى صلاحية مشروع معين من خلال عمل التقييم المالي للمشروع. ثانيا، عاوزين ناخد ايه هي اهم معايير التقييم المالي للمشروعات. في عندي معايير كتير جدا للتقييم المالي للمشروعات، احنا هنكتفي ببعض المعايير البسيطة فقط، منها معدل العائد المحاسبي، ومعيار فترة الاسترداد، ومعيار صافي القيمة الحالية. معدل العائد المحاسبي، لما نيجي نحسب معدل العائد المحاسبي أو معدل العائد على رأس المال المستثمر، أنا بحاول أقسم متوسط صافي الربح السنوي على متوسط تكلفة الاستثمار وبضرب في 100، ومتوسط صافي الربح السنوي لما نيجي نحسبه يبقى عبارة عن إجمالي الأرباح المحققة للمشروع خلال فترة حياة المشروع بقسمها على فترة حياة المشروع. ومتوسط تكلفة الاستثمار دي عبارة عن استثمار أول المدة ناقص القيمة التخليدية على 2، اللي هي تكلفة الاستثمار في أول المدة. لو حبينا ناخد حالة عملية، الجدول التالي يوضح صافي الربح لمشروعين ألف وب، وتكلفة الاستثمار لكل مشروع 100,000 جنيه. إذا تكلفة الاستثمار للمشروعين هي تكلفة متساوية، أنا عندي مشروعين كل مشروع هيكلفني 100,000 جنيه. القيمة التخليدية 0، وتكلفة الأموال أو معدل تكلفة الأموال 10% للمشروعين. حساب معدل العائد المحاسبي لكل مشروع وترتيبهم حسب أفضليتهم، أو إيه أني مشروع عايزين نحدد أني مشروع أفضل. وعندي جدول فيه فترة حياة كل مشروع 5 سنوات، وصافي الربح الخاصة بكل مشروع. المشروع ألف في السنة الأولى 5,000 جنيه، السنة التانية 10,000، السنة التالتة 15,000، الرابعة 20,000، الخامسة 25,000. المشروع ب صافي الربح السنوي في السنة الأولى 15,000، السنة التانية 25,000، السنة التالتة 25,000، والسنة الرابعة 10,000، والسنة الخامسة 7,500. إذا أنا لما هاجي أحسب معدل العائد المحاسبي لكل مشروع، إحنا قلنا في معدل العائد بقسم متوسط صافي الربح السنوي على متوسط تكلفة الاستثمار في 100، فأنا عاوز أحسب متوسط تكلفة الاستثمار. فقانون متوسط تكلفة الاستثمار هو عبارة عن استثمار أول المدة ناقص القيمة التخليدية على 2، فأنا عندي تكلفة الاستثمار لكل مشروع قلنا متساوية ب100,000 جنيه، والقيمة التخليدية بصفر، فإذا هقول 100,000 ناقص 0 على 2 هيديني متوسط تكلفة الاستثمار 50,000 جنيه، ده بالنسبة لمشروع ألف. طب متوسط صافي الربح، انا عندي ارباح 5 سنوات، اذا هجمع الارباح الخاصة بالمشروع الف اللي هي ال5 سنوات، في السنة الاولى 5,000 زائد السنة التانية 10,000، السنة التالتة 15,000، السنة الرابعة 20,000، الخامسة 25,000، وبقسم على فترة حياة المشروع اللي هي 5 سنوات، يبقى بقسم على 5 يديني متوسط صافي الربح السنوي اللي هو 15,000 جنيه. بعد ذلك هيتم حساب معدل العائد المحاسبي للمشروع ألف، بقسم متوسط صافي الربح على متوسط تكلفة الاستثمار في 100، فأنا عندي متوسط صافي الربح 15,000 جنيه على تكلفة الاستثمار، أو متوسط تكلفة الاستثمار 50,000 جنيه في 100، يبقى إذا معدل العائد المحاسبي للمشروع ألف هي 30%. طيب المشروع ب هنعمل نفس الكلام، انا عندي متوسط تكلفة الاستثمار للمشروع ب، استثمار اول المدة كان 100,000 جنيه ناقص القيمة التخليدية بصفر على 2 يديني برضو متوسط تكلفة الاستثمار للمشروع ب 50,000 جنيه. متوسط صافي الربح السنوي هنجمع ارباح المشروع ب خلال ال5 سنوات، وهي 15,000 زائد ال25,000 زائد ال25 في السنة الثالثة، زائد 10,000 في السنة الرابعة، زائد 7,500 في السنة الخامسة، على فترة حياة المشروع اللي هي 5 سنوات، يدينا متوسط صافي الربح السنوي 16,500 جنيه.
إذا معدل العائد المحاسبي لمشروع ب هقسم متوسط صافي الربح على متوسط تكلفة الاستثمار في 100، يبقى 16500 على 50000 تكلفة الاستثمار في 100 يدينا 33%. إذا القرار بقى، عايزين ناخد القرار الصح، أني مشروع أفضل؟ المشروع ب يعتبر هو أفضل من مشروع ألف، لأن معدل العائد بتاعه أعلى 33%، إنما معدل العائد بالنسبة لمشروع ألف كان 30%، يبقى إذا المشروع ب هو أفضل من المشروع ألف وفقا لمعدل العائد المحاسبي، ولكن المشروعين مقبولين. المعيار التاني هو معيار فترة الاسترداد، والمقصود بفترة الاسترداد هي عبارة عن الفترة الزمنية اللازمة لاسترداد المشروع لتكاليف الاستثمار من خلال الأرباح. بمعنى ايه؟ ان انا لو جيت حطيت تكلفة استثمار في مشروع معين، عاوز اشوف انا اقدر استرد هذه التكلفة خلال فترة زمنية قد ايه. وطبعا كل ما قلت هذه الفترة الزمنية كل ما بيكون افضل، لان ده معناه ان المشروع قادر على تحقيق ارباح تقدر تغطي التكاليف وتسترد التكاليف في فترة اقل. ويتم حساب فترة الاسترداد عن طريق قسمة قيمة الاستثمار المبدئي او تكلفة الاستثمار المبدئي على متوسط الربح السنوي، ومتوسط الربح السنوي عند احتسابه يتم قسمة مجموع او اجمالي الارباح السنوية على فترة حياة المشروع. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال المثال الاتي: إذا كان لدينا مشروعين، المشروع ألف والمشروع ب، وكانت تكلفة الاستثمار للمشروعين متساوية وهي 100000 جنيه، وكانت الأرباح السنوية للمشروعين كما يلي: المشروع ألف بيحقق أرباح في السنة الأولى 10000 جنيه، السنة التانية 15000 جنيه، السنة التالتة 15000، السنة الرابعة 20000 جنيه، والسنة الخامسة 30000 جنيه. المشروع ب أرباحه في السنة الأولى 10000 جنيه، في السنة التانية 20000 جنيه، السنة التالتة 25000 جنيه، السنة الرابعة 30000 جنيه، السنة الخامسة 30000 جنيه. المطلوب تحديد أي المشروعين أفضل وفقا لمعيار فترة الاسترداد. يبقى إذا أنا عاوز أحسب فترة الاسترداد لكل مشروع وأعرف أيهما أفضل، المشروع ألف أم المشروع ب. ولحساب فترة الاسترداد نكتب أول حاجة القوانين الخاصة بفترة الاسترداد. أنا عندي فترة الاسترداد عبارة عن تكلفة الاستثمار على متوسط الربح السنوي، ومتوسط الربح السنوي يتم حسابه عن طريق قسمة مجموع الأرباح السنوية على فترة حياة المشروع. بالنسبة للمشروع ألف، متوسط الربح السنوي عبارة عن ربح السنة الأولى 10000 جنيه، زائد ربح السنة التانية 15000 جنيه، زائد ربح السنة التالتة 15000 جنيه، زائد ربح السنة الرابعة 20000 جنيه، زائد ربح السنة الخامسة 30000 جنيه، على خمسة اللي هي فترة حياة المشروع 5 سنوات. يبقى إذا متوسط الربح السنوي للمشروع ألف 18000 جنيه. يبقى فترة الاسترداد للمشروع ألف عبارة عن تكلفة الاستثمار اللي هي 100000 جنيه على 18000 جنيه اللي هي متوسط الربح السنوي، إذا هتساوي 5.6 سنة. وهذا يعني أن المشروع ألف يسترد تكلفة الاستثمار الخاصة به 100000 جنيه خلال 5 سنوات ونص تقريبا. بالنسبة للمشروع ب، متوسط الربح السنوي للمشروع ب عبارة عن 10000 جنيه في السنة الأولى، زائد 20000 جنيه ربح السنة التانية، زائد 25000 جنيه في السنة التالتة، زائد 30000 جنيه في السنة الرابعة، زائد 30000 جنيه في السنة الخامسة، على فترة حياة المشروع 5 سنوات أيضا، هيساوي 23000 جنيه متوسط الربح السنوي للمشروع ب. فترة الاسترداد للمشروع ب هتبقى عبارة عن تكلفة الاستثمار 100000 جنيه على متوسط الربح السنوي 23000 جنيه، هتساوي 4.3 سنة. وهذا يعني أن المشروع بيسترد تكلفة الاستثمار في 4.3 سنة. يبقى إذا القرار النهائي: المشروع ألف بيسترد تكلفة استثمار في 5 سنوات ونص، أما المشروع ب بيستردها في 4 سنوات و3 وربع. فإذا المشروع ب هو أفضل من المشروع ألف، لأنه يسترد تكلفة الاستثمار في فترة زمنية أقل وهي 4.3 سنة. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.